تشمل كل مهارات اللي ممكن تقابلك في الجمباز بشكل عام، سواء بقى جمباز فني بنات، جمباز فني ولاد، ايروبكس، اي نوع من الجمباز هتلاقي في الغالب بيشمل كل الاقسام دي. يعني حركات بستخدم فيها ايدي عشان ازوق الارض، حركات بستخدم فيها رجلي، حركات بستخدم ايدي ورجلي، دي كلها اسمها حركات فيها ارتكاز. في الغالب الارتكاز معناه ان حاجه انت في مكانك ثابت فيه، ولو انتقال بيبقى في مكان صغير. يعني ايه جهاز علا او الحلق او كده، دي في الغالب مش موجوده الا في جهاز الجمباز، الا في الجمباز الفني. بيتبقى عنصر واحد بس، هو العنصر يا كابتن مصعب، الحركات الفنيه او الاشكال الجماليه اللي هي الباليهات. المفروض ان انا في المدارس الولد اللي لسه جاي فهم ازاي يعمل اوضاع بسيطه، يعمل شد عقله او سند رجليه، يعمل زاويه او شكل الزاويه الجلوس طولا، ده حتى فهم ده، فهم المطاح معدول المطاح معكوس. بعد كده المفروض ببدا يتنقل لمرحله اعلى شويه، خاصه لو انا اشتغلت معاه مرونات كويس، بدا الولد جراند كار كويس، اوبا تسليكه، خلاص هبدا اتعلم بقى ازاي مع لعيب مبتدئ ما بيعملش حاجه خالص تقدر تعلمه ده يعمل ده حرام. تبدا معاه منين؟ هل المفروض الولد من الاول يا كابتن حسين، المفروض الولد من الاول يعمل الاداء كويس في الولد بتاع مرحله المدارس والمبتدئين بتوع الجمباز دول؟ مش المفروض ان هو يؤدي الاداء يكون نموذج؟ ممكن تتنازل عن بعض الاساسيات او عن بعض التفاصيل اللي هي مع الوقت ممكن تتعدل، ما فيهاش مشكله، خاصه ان الولد في السن ده اسمهاش ثبات الاداء او ما بيثبتش الاداء في السن ده، هو مطلوب انه يلعب اكتر ما مطلوب انه يؤدي حركات. فاحنا ممكن التجهيز للمهاره يكون قليل شويه ما يبقاش، ولكن احنا بشكل عام ممكن نحط ازاي نوصل للولد المعلومه، ازاي يعمل دحرجه. لو انا هبدا بالدحرجه، اول حاجه في مهارات الجمباز، مهارات الدفوع، اول حاجه فيها الدحرجات. الرول او تمرين الرول والدحرجه دي اهم حاجه الولد يتعلمها، دي بتديله بتعلمه ازاي يتدحرج على الارض بجسمه قبل ما يتشقلب، يعني قبل ما يلف بجسمه كده، لان دي مع بعض الاولاد صغيرين بيبقى فيها نسبه رهبه اقل منها. طيب ده انا اقدر اشيله ازاي؟ بان اعلم الولد نام على ظهره واعلمه يعمل مرجحه وهو تاني رجل بس، ومن غير حرق اللون بتاعنا فلوس حط كده مرجح جربة. بعض المدربين يحب ان الولد يمسك ايديه، مفيش مشكله، ممكن دراعه مفروض برضه الاثنين سوا مفيهمش اي مشكله، انما ده في حالات ثانيه من ده بيدي الولد احساس ايه اللي هيتعمل هنا. كمان تاني يمسك ايده وما يمسكش سيان مفيهمش اي مشكله. خلاص ليه احنا بنشتغل على حاجه مايله؟ دي بتسهل الدحرجه شويه، تخلي الولد ازاي يلف اسرع، ما يبقى على الارض ويقدر يقف بسهوله. كل ما يبقى قريب من الارض في البدايه يبقى اسهل. ليه؟ عشان هو واقف كده ممكن بيحس ان هو عالي ممكن يقع، يسخر راسه يتعلم يقابل الارض بالجزء ده. زق برجلك زقه في ايدك، ايدي في الدحرجه. المهم جدا وخلي بالك الموضوع ده خطر، بعض الولاد خاصه اللي وزنهم بيبقى تقيل شويه لما بيجي بيتشقلب بينزل على المنطقه دي ممكن تعمل له مصاب. فانت مهم ايدك في وسطه وايد في بطنه وايد في ظهره، وهو بيلف حط راسك على الارض جنبه. انا عشان احكي ده لازم ارفع راسه شويه واحطه في ايدي، لازم. مهم قوي تامن الولد ايدك على الارض وصل جوه ايدي معاه، ما اسيبش الولد الا لما احس انه فهم ازاي يلف. خلاص هو ده بس. لا ممكن بعد كده لو انا حابب يعني اصعب له الموضوع شويه اقول له ابدا انزل تحت شويه، برضه ما تخليش مسافه كبيره عشان يقدر يزق الارض ده. ممكن ده كده بعد في المرحله الثانيه ابدا اتاكد ان الولد يضم رجليه، يفرد ظهره، بص قدامه اللي هو الشكل بتاع الجمباز. خش برضه ايدي معاك ماشي، ايدي فوق يلا طيب. مع الوقت الولد بيزق دلوقتي يتعلم يعمل الدحرجه بالشكل المثالي بتاعتي. مع الوقت علشان انا اطور ده بياخد وقت، ممكن تمرينتين او ثلاثه عشان يقدر يوصل للشكل ده. لو الولد بدنيا جاهز مش هيبقى عنده مشكله انه يعمل الوضع ده في الهواء. اطلع مش
صدر رجلك اب او الولاد بتاديها وبيدي رجله وهو هنا لسه. لا حاول تقول له اخر رجليك الثانيه على قد ما تقدر تثبتها وبعدين لف خلاص. ده دي التحركه الاماميه. بعد كده بقدر اشيل فوق شويه لفوق شويه اه تخبي صدرك تخبي راسك فوق هنا لازم الولد يتعلم يشد ايديه يقف مظبوط. الدحرجة فاتحة نفس الخطوات ما فيهاش اي مشكلة. اعمل رول دحرجة واقفة رول هوب رجلك هنا ايدي هنا وقف رول اروح اتري اقعد من هنا راسي من ايديا اهو ايد فين قوم عشان ارفع بعدين يجي من هنا من فين جوه. لو تعودت تسند الحركات السهله الحركات الصعبه هتبقى مفيهاش مشكله. الكلام ده انا اقدر اطوره لاكثر من شكل في تمرينات كتير مراحل خطوات كتير. احنا بنتكلم عايز بايت رول بايت طيب رجل هنا وبعدين هنا تاني هوب هوب سن صغير حمص اثنين ثلاثه سن صغير اربع عشان يساعد. مهم تاكد الوضع اللي بيبدا فيه في النص شكله عامل ازاي. لازم ابدا ازاي مقطع قوي واحد اثنين هنا ثلاثة لفوق سنة أربعة. ده متعب شوية في الأول إنما النتيجة هتلاقيها أب مرة واثنين وثلاثة. بعد كده بقى ترول برضه